معليش شكله دخل الثلج هذه السنة بدري، ما كنا عاملين حسابنا لكن مجبورين نكمل. الحين رايحين على مول في مطعم يعني يعتبر زي ماك او كيك ستاربكس مشهور في كل مكان. ايش بيسوي؟ خلينا ندخل لانه والله برد. المطعم اللي رايحين عنده سلسلة مطاعم في المدينة وفي الصين كثير، منتشر بكل مكان. في ناس كثير بيقولوا لي سوي جولات في المولات في الصين، حسوي لكن مش الحين. المطعم اللي جايين الحين بيسوي سمك مشوي، لكن سمك مشوي بيحطوا مع صوص او ما ايدام، ما بعرف اذا بتسمى ايدام ولا لا، لكن في فتحوا فرع جديد جنب الجامعة فقلنا يلا نجربه. وين هذاك البرتقالي؟ اي والله مفروض احنا حنطلب هذا الشيء. شايفين كيف سمك مشوي؟ ايش شوف هذا ايش the most popular prawn stir fried fish. اوكي جو تفضل. والله غالي. ما سخنا والله. اي محل بتدخل بيعطيك مي وليمون اعرف انه حتكع. يلا 600 كواي. طلعنا مش عارفين، احنا بنشوف الصور بس. يا اخي رجلين دجاج اسود. طب قلنا ما في دجاج، تعطينا هذا. اوه من هنا نطلب. اوكي ايه نفس حلو. عشان نطلب لازم نشبك على الواي فاي تبع المطعم. بسم الله. درجة الحرارة اللي هتجيك قديش؟ هنا 4. يعني كم ساعة هتقعد في الحمام؟ ينقى يوم ويشين اوكي. شادي لما يقول اوكي اعرف انه مو فاهم شيء. سبحان الله دائما بتمشي معاهم. اوكي فلفل. فلفل هذا محطوط 4 اصابع فلفل. تامن ماي شمو دقيقة ويلا خل شيء. بعد ما تختار السمك تختار ايش نحط عليه. مش هذا اللي فاهم والله ولا انا فاهم. كامبودون شو تيجا هو بوها بوها. اخترنا نوع السمك، بعدين بتختار انه درجة الحرارة اذا بحرق ما بحرق. احنا اخترنا للأسف نص نص. بعدين بتختار الخضار اللي بيجي على السلطة اللي بيجي مع السمك تشاينيز ماشروم. وبتنقال تطلع فوق. في هذا بذور الفاصوليا. هات قبلنا بتنقال. يلا بتنجان مع السمك. ايه بابا غنوك عادي. بتنجان مع السمك. يلا هذه بذور الفاصوليا اللي علمونا عليها بالفيديو تبع ال تبع النودلز. الزبدة ب 204 كوال. خلينا الحين نشوف ال 200 ايش حتجيب لنا. خلينا الحين نستعد لوصول لهذا الشيء. ايوه ما شاء الله. ايش كل الشطة هذه؟ هذا الاخضر كمان شطة؟ ايه؟ هذه بتقطع لنا. ايش كل الشطة بتخلي؟ اوه هذه لنا. توقعت تسوي لنا كيك تقطيع ولا حاجة. لا هيلب يور سيلف حياتي. يلا. شوف وز عجيم. والله مليان خضار ما في شيء من قدر. تفضل. هذا مفطح الصيف. حبيبي والله. هذا مفطح الصيف. ايش المفطح؟ خروف على صحن. بس هذا سمك على صحن. انا حاعطيك شرف القطع. خضار محشية من تحت خضار. هذا نصك هذا نص لا تغضب عليه. كل مشروب مبروك. احنا قاعدين نعاني كل ما نروح مكان والله ورا الكاميرا بصير زحمة كثير. المهم نشرح لكم السمك هذا باختصار. السمك هذا مشوي، بعد ما بيشوي السمك بيحطوه بإدامة وحاجة زي هيك. في فول سوداني، في البذور الفاصوليا. بذور الفاصوليا تفضل دوق. خلينا نقطع فيك. كنا قاعدين ناكل والله طرية كثير ما فيها شوك. فيها شوك شايفه؟ ما فيها شوك شايفه. فيها ولا ما فيها شوك؟ فيها. كيف ما فيها شوك؟ ايش جايه تسوي هذه عندنا الحين؟ بفتح حقت الاطفال عشان ما توسخ تيشرت تبعك. اول حاجه نتذوق الصوص. السمك السمك يلا انتم اهم من مهند. يا سلام حماس قلب. غمس مع الصوص. بسم الله. حلو حلو. الصوص حلو. رز بلاستيك صراحه. الرز ابو كلب جدا. لما تشيل السمك هيك من تحت شوف بطلع ايش؟ فاصوليا. جرب باذنجان. قسم بالله حلو. والله حلو جدا. والله سمكه حلو. فاصوليا فول سوداني هذا اشياء اساسيه بكل اكل الصين ما بعرف ليه. هذا بايخ ما جاز لي الفول السوداني ابدا. في شوك. ايه قلت لك. والله على شك. باقي شيء. واو ايش هذا؟ انا حسحب هذا وانت تجيب هذا. ايوه بسم الله الله يستر. جرب البطاطا.
ريحة القرفة فيها قوية، ليكون شرائح خنزير هذه. أي كيف عارفة تربي خنزير أنت؟ زي الكومنتات. لازم يتأكدوا على الخدمة. ما في شوك بس عند الرأس نغمسها. أوف. أما كنت أشوف الناس اللي بتعمل فيديوهات الأكل دي، قول فيديوهات سهلة صراحة، صعب تصور وأنت تأكل. شايفين كيف أنت؟ الله مزمزة سمك بعصيات ما بينفع. جيب عجينة الرز دي تغطسها. الحل الأمثل تأخذ الرز وتسوي فيها أكشو. اسمعوا مني، هذه النصائح وهذه الطرق الأساسية وهذه الطرق الصحيحة عشان تأكل فيها هذا الشيء. سمك ده حلو صح؟ أه. بس تقارنه بالسمك اللي عندنا. هذه نفس التتبيلة تبعت الأكل الطبيعي الصيني، لكن بدل الدجاج سمك. الرز صار جميل مع هذا الشيء، يعني تأخذ قطعة سمكة بعدين مع الرز هو هيك متشرب الصوص، بعدين بعدين يطلع الشوك. عادي نقلب السمكة بالأكل ولا عيب؟ بعدين الرجال يقوموا رجعها الشكل أحلى. شوفوا أسوي سحبة هيك ووريك. فلفل فلفل فاصوليا فول سوداني، يعني ما تعتبر أكلة دسمة. مش هتشبع من الأكل، أنت تتعب من كتر ما أنت مش عارف تأكل. كثير جدا، يعني ساعة ولا خلصنا حاجة. والله أنت وري الناس أنا بوريهم كيف أكل. هذه بذور الفاصوليا شكلهم مسويين الحزام تبعها والربطة تبعها على خصر الصينيين. لازم واحد يكون كنترول على مهند ما ينسى هذا. الحمد لله في إدت، تخيلوا أطلع لايف أنا مهند والله ينحذف الحزام. شوفوا البتنجان كيف أخضر، هذا البتنجان تبعها، يعني مع السمك بتنجان. لا يغرك الشكل، طعم حلو. يا رب ما توقع الكاميرا بس أوريكم. تأخذ الشيبس هذا بعدين تيجي هنا. أيوه رز وخضار وهذه الأشياء وزي هيك. شايفين كيف؟ بسم الله ممتاز، يستحق الزيارة مرة أخرى. فهذا اسمه السمك المشوي الصيني. وين؟ يه كاورو. أنت لو قلت الاسم الصيني مش شايفه. عشان أتفلسف أسوي إني عارف. قول أي اسم. المهم. مطاعم السمك هذا والنوع هذا من السمك يعتبر مشهور جدا وتقليدي وكل مكان موجود من سنوات. بشوف الصراحة ما تجرأت اني جربته، لكن اليوم عشان الفيديو فقلت يلا سمك سمك. وعشان تجرب الشيء لأول مرة لازم تروح لأحسن مكان بيسويه وتجرب، عشان إذا في أحسن مكان كان سيء تعرف انه هذا شيء سيء. الحمد لله تم المسح بنجاح، حتى هذا خدام. كم طلع حسابك؟ 你买完了吗？没。 جهاز الدفع هذا كمان تبع الشاومي. يلا دفعين فلوس، لازم ناخذ حلويات. مرحبا. تيك توك. What kind of phone you sir? Nothing. شوف لا تصور لا تصور.